أهلا بكم مشاهدينا إلى جولتنا في أعمدة الرأي والمقالات، نبدأها من صحيفة الركوبة الإلكترونية ونقرأ زاوية مسألة الكاتب دكتور مرتضى الغالي، جاءت اليوم تحت عنوان استقالة خاطئة وخطيرة ولا كاسب منها غير الانقلابي. ابتدر زاويته بالقول اتخذ عبد الله حمدوك قرارا خاطئا باستقالته من منصب رئاسة الحكومة، وهو قرار شديد الخطورة على الوضع الحالي في السودان، يجعل ظهر الثورة مكشوفا ويجعل حياة الشباب الذي يتظاهر سلميا لحماية الثورة مكشوفا في وقت يواجهون فيه القتل الصريح برصاص الانقلاب الحي. يمضي الكاتب بالقول ولو كان حمدوك بقي في منصبه المعترف به مراسميا ودوليا على الأقل حتى بدون تشكيل وزارة وحتى من غير عمل، لكان في ذلك رمزية تقلل شيئا من توحش الانقلابيين. أما باستقالته هذه فهو يترك الميدان خاليا للانقلابيين ليعيثوا فسادا كما شاءوا، ونحن لا نتفق مع قراءة حمدوك، وقد نكون مخطئين بأن أزمة البلاد هي أزمة سياسية بالمطلق، إنما هي في جوهرها أزمة بين الشعب جميعه وبين الانقلابيين المسلحين وفلولهم. ولو كان حمدوك أجرى معادلة مرتجلة وسأل نفسه من هو الطرف الأكثر سعادة وإفادة من استقالته لأحجم عن تقديمها. ثم لمن تقدم استقالتك يا حمدوك؟ هل تقدمها لسلطة البرهان وحميدتي؟ ما كان لحمدوك أن يستقيل، فلو كان قد بدأ في تعيين حكومته كيفما شاء حسب الاتفاق الذي أبرمه مع البرهان وجماعته وبدأ يعمل، ثم تعرض لإعاقة من الجانب الانقلابي لكان قد قام بتعرية الانقلابيين أمام الشعب والعالم وكشف عن سوء نواياهم، حيث كان معلوما بأنهم غير صادقين حقيقة في اتفاقهم معه، ولكان الشعب والعالم قد وقف على خرق الانقلابيين الاتفاق بعد أن أعلنوا أنهم يتركون له تشكيل الحكومة من جانبه بغير تدخلات، فما كان ضره لو بقي في منصبه الرمزي حتى بغير حكومة. يمضي الغالي وهو يقول هذا قرار خطير ترك الشعب مكشوفا، وكان لحمدوك أن يجتهد من منصبه بما يستطيع لمواجهة هؤلاء الانقلابيين، أو على أقل تقدير لمحاولة شل أيديهم من القتل وفق ما يستطيع، ويترك الشعب في مسيرته الهادرة. فليس الاحتجاج السلمي ممنوعا، بل هو داعم لحمدوك وللديمقراطية ولمدنية الدولة رغم الاعتراض على الاتفاق مع الانقلابيين، والشعب هو صاحب القرار في حماية أبنائه ووطنه في إطار السلمية. ختم الغالي زاويته بالقول خلاصة الأمر مهما كانت ضراوة الانقلابيين وغدرهم ومهما كانت ذيول هذا القرار الخطير بالاستقالة في هذه الآونة، فإن الشعب هو صاحب السيادة الذي لا يعلو عليه مهما كانت الجراحات والتضحيات والدماء، والثورة منتصرة بإذن الله، حرية سلام وعدالة، والثورة هي خيار الشعب الأعلى والأبقى.